هات لشوف احكي لي شو القصة. شو ما حكت لك رفيقتك؟ لك شو بدك برفيقتي انت؟ نوم انت هلا، شو في؟ شو بدك احكي لك؟ لك ليش عم تبكي؟ لأني بحبها. يا سلام، بتحبها. من ايمتى؟ ما كانت طول الوقت قدامك. وطول الوقت كنت عم احبها، بس كنت عم كابر. قول لحالي لا يا ولد. قصدي لا يا زلمة. هذا مو حب. يمكن انت متعود عليها. بس هلا انا متأكد اني بحبها. وكيف تأكدت؟ هيك انضربت على راسي. فقت الصباح لقيت حالي متأكد اني بحبها. شو هذا السؤال؟ طول بالك علي، معلش خدني على قد عقلي، فهمني مشان اقدر ساعدك. شو بدك فهمك اكثر من هيك؟ بس يا جيمي، ريما يعني بدك تقولي انه متجوزة ومطلقة؟ ما بعرف. ولك ايه، بس مو مثل اي مطلقة، هي وجوزها لهلا بحبوا بعض. ليش اتطلقوا؟ هي علينا اتطلقوا لانه جوزها بيضل مسافر، عرفت؟ ما انت بتعرف القصة. لا انا ما بعرف القصة. اذا بحبوا بعض ليش اتطلقوا؟ احكي لي انت القصة. جوز ريما بيشتغل طيار، بيسافر كل اسبوع، بيسافر بيجي يوم واحد، يعني هن فعليا يوم واحد بالاسبوع بس متجوزين، لذلك قرروا انه ينفصلوا مشان كل واحد فيهم يشوف حياته. حلو، يعني ريما حرة منه. ولك ايه بس لسه بتحبه. يا الله ما عم بفهم شو حزيرة. اذا بتحبه لازم تضل معه، واذا طلقته معناته ما بتحبه عن جد. هي علينا. شو بدك هلا؟ بدي ريما ومستعد اتجوزها. حلو، ومنين بتصرف علي يا بالله؟ من مصروفك اللي عم تاخده من ابوك؟ ماشي يا روح، مسخري علي. بكره بتشوفي رح اعمل مشروع قص من ورا ذهب. حلو كتير، هلا بلشت تفكر صح. معناتا لبين ما يزبط هذا المشروع بتحط عقلك براسك وبتكمل دراستك. من اليوم رح بلش مشروع. مشروع شو؟ اي مشروع. رح زبط مشروع قص منه ذهب. هاي فهمتها، بس يا حبيبي اي مشروع بالعالم بده 6 شهور لحتى يبدا، هذا اذا كان جاهز. انت ليش دايما بتحبي تكسري لي مقاديفي؟ ولك ما عم كسر لك مقاديفك، انا بدي اياك توعى، بس انت راسك مشوش وبدك تحب. قام حظه لريما المعتر حطها بوشك بهداك الوقت. انت شو صار فيك؟ فت ببعضك ونسيت انه هي نفس ريما اللي كانت تحفظك من زمان. ما شفت فيها الا انه هي وحده بنت اكبر منك. بعرف هذا ستايل، انا بحب هيك. لا تقلي هذا الحكي لاني بعرفه منيح. ما رح تفهميني لا انتي ولا ريما، رح تضلوا شايفيني هذا الولد الحاطط حفوضة لحتى ارجيكم.